لسه مع اخبار النادي الاهلي. النهارده اعلنت لجنه المسابقات ورابطه الانديه التعديلات على موعد وملاعب مباريات الجوله ال 14 في الدوري الممتاز، ويمكن ابرز التعديلات دي كانت تاجيل مباراه الاهلي وبيراميدز في الجوله ال 14 بسبب الارتباطات الافريقيه للنادي الاهلي. وكان وكذلك نادي بيراميدز بالمناسبه عنده برضو ارتباطات افريقيه. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي مواعيد مباريات الجوله ال 14 في الدوري الممتاز بعد التعديل، وهتكون كالتالي. يوم الجمعه 23 فبراير هيبقى بلديه المحله ضد سيراميكا كليوباترا، هيبقى معانا على الشاشه اهي التعديلات معانا على الشاشه. الجمعه 23 فبراير بلديه المحله مع سيراميكا كليوباترا في استاد غزل المحله في 7 مساء. الاحد 25 فبراير هيبقى فاركو وطلاع الجيش في استاد حرس الحدود الساعه 4 العصر. و 25 فبراير برضو الاحد نفس اليوم الاتحاد والبنك الاهلي في استاد اسكندريه 7 مساء. يوم الاثنين بقى 26 هتبقى الجونه والاسماعيلي في استاد الجونه 4 عصرا، وزد وام بي استاد القاهره 4 عصرا ايضا، وكمان المقاولين العرب والمصري في استاد الجيش ببرج العرب 7 مساء. الخميس 29 فبراير الزمالك والداخليه في استاد القاهره 7 مساء، وسموحه وفيوتشر في استاد الاسكندريه 7 مساء. دي مواعيد مباريات الجوله ال 14 من الدوري الممتاز زي ما حضراتكم شايفين معانا على الشاشه. يعني دي امور مفاجاه، لكن احنا متعودين على ده في الدوري المصري بالمناسبه. يعني عمر ما الدوري المصري مشي بجدول ثابت، وعمرها ما خلصت في مواعيدها ابدا. يعني مش بس جولات او الدوري نفسه، لا، كل البطولات التابعه للمنظومه المصريه الكرويه كلها، سواء في الرابطه او في اتحاد الكوره قبل كده، كل البطولات ما بتخلصش في مواعيدها، وكلها بيحصل فيها مفاجآت وبالصدفه ما بتخلصش في مواعيدها. يعني